مستقلة للانتخابات. محمد شرفي في هذه الندوة الصحفية. على ربما بعض المعطيات التي ممكن توفرت الآن بعد استدعاء الهيئة الناخبة من قبل السيد رئيس الجمهورية يوم 8 عجوان 2024. بالطبع المحور الذي يلفت الانتباه حاليا هو مشكلة استمارات الاكتتاب، يعني المرحلة اللي رانا فيها الآن، وعدد ممكن الراغبين في الترشح أيضا. يعني ممكن نعطيكم التقدير لحد تاريخ اليوم إن شاء الله. ثم عملية جارية حاليا أيضا منذ 12 جوان هي فترة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية. عادة يعني في الحقيقة نتكلم عليها مباشرة بعد يعني انتهاء الفترة، لكن معليش مادام توفرت لدي بعض المعلومات سأفيدكم بها. إذن نبتدي بأول محور ألا وهو الموضوع الرغبات في الترشيح، لأن كلمة المترشحون ولا المترشحين راهي تبتدي يوم يبدأ يعني دفع الملفات كاملة وما تحصلوا عليه من تزكية في الاستمارات وغير ذلك. سأبلغكم بمضمون الرصدمة حتى يعني يمكنكم متابعة الأمر يوميا ما ذاك، ثم سنضعها تحت تصرفكم في الموقع الرسمي للسلطة الانتخابية، يعني من يوم أول حتى يوم التصريح بالنتائج النهائية، عشان تكون لديكم يعني تواريخ التي تسمح لكم يعني بمتابعة كل موضوع متعلق بهذا الجانب. إذن فيما يخص المترشحون لحد يعني التاريخ أمس عندنا 26 رغب في الترشح الذين تقدموا للسلطة الوطنية بالتعبير عن رغبتهم في الترشح، وهو شرط يعني المفروض قانونا حتى يتمكنوا من سحب الاستمارات الاكتتاب المعدة من قبل السلطة الوطنية المستقلة بهذا الشأن. إذن قلت 26 راغب في الترشح يعني تقدموا للسلطة لسحب الاستمارات في الاكتتاب، وعدد الاستمارات المسحوبة لحد تاريخ اليوم 2,500,000 استمارة، 2,500,000 استمارة مسحوبة. وفي هذا الشأن لدى السلطة إمكانية متابعة عملية الاكتتاب في حد ذاتها يوميا. يعني نعطيك مثلا عن ذلك فقط، تمكنا باش نعرفوا مثلا بأن أول مترشح أول راغب في الترشح اللي حصل على عدد التزكيات الكافية من صنف الناخبين قد يعني حصل على 600 التصديق، وكان ذلك يعني بالتاريخ والساعة في آخر
آخر وثيقة تم التصديق عليها في ولاية عنابة وبلدية رمضان الجامع، يعني باش نقولوا باللي حتى في العملية كي تكون تجري، أنا قلت وقتها كون يعني الإنسان تسقط من يده ورقة تتسجل عند السلطة، هذا هو احنا رانا حتى في العمل تاعنا نعلم كل واحد شحال اليوم شحال حصل عن التصديق اليوم من صنف الناخبين ومن صنف المنتخب، يعني حتى فربما هو ما يستطيعش بالك باش يعني نروحوا الا كان توفرت لديه 50,000 الامضاء بالك ما يعلمش باللي توفرت لديه 600، لكن احنا نعلموا بها في اللحظه لما بلا اوقف الاستمياء نتاعو في هذه، وكاين واحد قفل الاستمياء هذه تم في عنابه في بلديه رمضان جمال في بتاريخ اول امس. اذن هذه العمليه هذه تاع الاكتتاب ماهيش سهله، وطلبت يعني تجنيد في الحقيقه يعني امكانيات تنظيميه وامكانيات بشريه يعني هائله لم يسبق يعني تجنيدها من قبل في اي عمليه انتخابيه. نعطيك اذن التفاصيل نتاع الموارد البشريه والتنظيميه المجنده في هذا الشان، ان عدد النقاط التصديق يعني الهياكل اللي تكون فيها مجتمعها يعني اللجان المخصصة للقيام بالتصديق، عدد النقاط هذه 4,903 نقطة من بلديات وملحقات بلدية وامتدادات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. فيما يخص عدد الضباط العموميين المجندين في هذه العملية عددهم 10,766 ضابط عمومي، عندنا منهم ضباط الحالة المدنية العدد نتاعهم 10,766 منها 8,099 ضباط الحالة المدنية، قلنا 10,766 ضابط عمومي بصفة عامة و 8,900 منهم ضباط الحالة المدنية. هاد ضباط الحالة المدنية 8,099 موزعين كالآتي، عندنا الأمناء العامون للبلديات عندنا 1,225، عندنا ضباط الحالة المدنية 2,233، عندنا المندوبين البلديين يعني الإطارات التقنية المجندة من قبل المجموعات المحلية عددهم 4,641. إذن هذا فيما يخص تقريبا نقولوا موظفين الدولة موظفين بلديين، وبجانب هذه كان الضباط المدنيين اللي هما المثقين والمحضرين. عدد المحضرين والمثقين عددهم الإجمالي 2,667 بين محضرين وموثقين. إذن منهم الموثقين 1,335 والمحضرين 1,332. إذن كي نجمعوا يعني مجموع الضباط العموميين يعني بما فيهم لي زوفيسي بيبليك في مستوى البلديات وهذاك، العدد تاعهم يصل الى 14,863، يعني الله يبارك
يعني جيش برماتيه مجند يعني. هذا فيما يخص ايضا عمليه اكتتاب معطيات أولية على كل حال، خاطر المعطيات الهامه اللي تسمح لكم بالتحليل وبذلك هي المعطيات النهائيه. المعطيات النهائيه ان شاء الله من خلال الرزنامه اللي تلقاوها في الوعد، يعني عندنا نجم نعطيكم يعني بعض المعطيات منها يعني حتى تتمكنوا من متابعة الأمر، ولكن أنا أقول لك ما هي موجودة هنايا، لكن راهي موجودة نحطوها لكم. أنا نتكلم الآن وهما قاعدين يوضعوا فيها في الموقع الرسمي للسلطة الوطنية الصحية. إذا عندنا آخر أجل، آخر أجل لإيداع الاستمارات، آخر أجل لإيداع الاستمارات في الكتاب وكانت 29 ترشح لسحب الانتخاب التام، عندهم آخر أجل لدفع هذه الاستمارات هو 18 جويلية 2024 الساعة منتصف الليل، ثم يأتي دراسة ملفات الترشح بعدما يدفعوا الاستمارات. نعم، يتم دراسة ملفات الترشح إلى غاية 27 جويلية 2024. يعني لما يتقدموا بالاستمارات هذه تكون مرفوقة بملف، ملف الترشح يعني يضمن 20 الوثيقة، ثم تدرس من قبل السلطة، عندها أسبوع في يديها باش تستجيب بالقبول أو برفض الملف. إذن عندنا الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات هو 27 جويلية 24، وآخر أجل لتكون على مستوى المحكمة الدستورية آخر أجل هو السبت 3 أوت 2024، يعني ما بين الملف أمام السلطة الوطنية التي ينبغي أن تفصل فيه في ظرف أسبوع يحال ملف إلى المحكمة الدستورية، وآخر أجل للمحكمة الدستورية للفصل في هذا الملفات الترشح هو يوم السبت 3 أوت 2024. هذا يعني على كل حال فيما يخص الملف من بعد ذلك ممكن تطلعوا مباشرة، ولا تكون اللي قبل 3 أشهر تتكلموا على الحملة الانتخابية وعلى أمور أخرى يعني اللي يكون الحديث عنها في أوانه. يعني الآن حديث الساعة هو موضوع هذا الإجراءات الأولية، يعني شغل شبه الترشح، هو يقولوا الرغبة في الترشح، القانون يقول الرغبة في الترشح يسحب الاستمارات، ثم بعد ما يحصل على النسب المناسبة يتقدم إلى السلطة بملف الترشح، ثم تبدأ دراسة الملفات هذه في ظرف أسبوع طبقا للأجل اللي أعطيتها لكم وتلقاوها مفصلة حتى يعني يوم الإعلان النهائي للنتائج، يعني تلقاوها مفصلة في الرزنامة اللي هي في خدمتكم يعني في الموقع الرسمي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. الآن إن كان لديكم يعني تساؤلات ولا يعني يمكنني إضاءة الأشياء لديكم فتفضل أني في الاستماع. مرحبا، شكرا على صبركم. تفضل تفضل. ياسين رياض وزير وكالة الأنباء الجزائرية، سيد شوفي كيف تسير حاليا عملية جمع الاستمارات من قبل الراغبين في الترشح سواء أحزاب أو أحرار؟ هل العملية يعني عادية أو تلقت السلطة شكاوى ربما من قبل
بعض الراغبين في الترشح عبر كل بلديات الوطن يعني. نعم هي تلقينا من بعض الراغبين في الترشح سواء كانوا يعني في إطار التنظيم الحزبي لديهم ولا مباشرة كراغبين في الترشح. أغلبية الانشغالات تاعهم الحقيقة متعلقة بما أسموه الوقت ضيع في بداية انطلاقة العملية لأن تزامت مع أيام العيد وقع فيها انقطاع تاع الإنترنت في بمناسبة البكالوريا وغير ذلك الأمور. وفي الحقيقة طلبوا منا يعني كيف يمكننا أن نسترجع الوقت هذا لأن ما مطلوب باش يجمعوا هذا التصديقات عبر على الأقل 29 من الهيا و50 فيما يخص الناخبين و600 فيما يخص المنتخبين. بالطبع اعتبرنا بكل صراحه بان هذه انشغالات شرعيه يعني باش نجمع هذه الامور كلها. سمي القانون اعطاني وانا ضيعت 10 ايام من خلال العون اللي ذكرنا. سعينا على كل حال باش يعني عدنا النظر في اوقات العمل لان هما احتجوا قال لي 10 ايام تاعنا كيفاش نعوضوها على الشتاء. وبالتالي استطعنا يعني اعاده النظر في اوقات العمل وربحنا فيها تقريبا يعني ما يعوض ذلك. وسي كمال تفضل معي. سي كمال مسؤول البرمجة في السلطة الوطنية هو مهندس إعلامي وعضو مجلس السلطة يعني نعطيه الكلمة باش يشرح يعني المستمعين كيف يعني تم تعويض هذا العشر أيام اللي يعني بكل صراحة يعني كان حزب سياسي يجملها في عشر أيام لقد يعني 10 ايام كيف اجتهدنا ومع التنسيق مع السلطات المحليه بما فيها وزاره الداخليه ووزاره العدل باش يعني نظمنا اوقات العمل في كل هذه الخلايا. وتفضل سي كمال اشرح للاخوه والاخوات كيف توصلنا حتى يعني اجمعنا هذا الامر. تفضل سي كمال. السلام عليكم. بقرار من سيد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يعني قامت السلطة بتوسيع توقيت المصادقة على استمارة اكتتاب التوقيعات الفردية على مستوى الوطن في جميع خلايا التصديق سواء على مستوى المندوبيات الولائية أو المندوبيات البلدية أو مقرات البلدية الملحقة بها. بحيث مبدئيا كان التوقيت اوقيت التصديق مبدئيا كان جميع ايام الاسبوع ما عدا يوم الجمعه والايام العطل الرسميه. فبقرار من السيد رئيس السلطه المستقله الوطنيه للانتخابات قامت السلطه بتوسيع توقيت المصادقه بإدراج أيام الجمعة يعني من اليوم فصاعدا أيام الجمعة هي أيام عمل للتصديق على استمارة الاكتتاب. وكذا أيام العطل الرسمية من اليوم إلى 18 جويلية آخر يوم لإيداع ملفات الترشح للرئاسيات 2024 عندنا يومين تعطلة اللي هما يوم محرم ويوم عاشوراء. هادو حين يكونوا بالنسبة للسلطة وخلايا التصديق على مستوى الوطن أيام عمل بالإضافة إلى
الجمعة من 18 جويلية راح يكون عندنا ثلاث جمعات، يعني عملية حسابية بسيطة، ثلاث راح نكسبوا ثلاث أيام جمعة زائد يومين عطلة رسمية، وبالتالي رايح الراغبين في الترشح يكون عندهم خمس أيام عمل. وبالإضافة إلى ذلك وبقرار من السيد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، قامت السلطة بتوسيع أوقات العمل اللي كانت مبدئيا موسعة، كانت من 8 صباحا إلى 8 ليلا، وصبحت من تاريخ البارحة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 10 مساء، يعني وبالتالي عملية حسابية صغيرة في الخمس في كل يوم عطلة ربحنا يومين، عندنا 14 يوم عمل، وبالتالي في كل يوم عطلة ربحنا يومين، وكنا حسبوا ثلاث جمعات ويومين عطل رايحين نصيبوا باللي المترشحين كسبوا 10 أيام إضافية فيما يخص الحيز الزمني للتصديق، ونضيفوا لهم خلال جميع أيام الأسبوع من اليوم إلى غاية 18 جويلية زدنا ساعتين يوميا، يعني من 8 ليلا إلى 10 ليلا، يعني نلقاو يعني المترشحين رايحين يوجدوا أكثر من ما يربو عن 15 يوم يعني إضافية لعملية التصديق. إضافة إلى ذلك كان عملية سيد رئيس أو يوضح لكم فيها، خليك سيد رئيس فيما يخص اليومية. بارك الله فيك سيد رئيس. هذه يدلنا فيما يخص، لأن الإخوة اللي كاتبونا يعني نحو صراحة بأن الوقت هذا اللي ضاع لهم كيف نسعى باش نصدقه، الحمد لله هالطريقة. ولكن ضفنا أيضا ضمانات أخرى لتسهيل العملية، فكان ذلك العمل تاع الزمن، ولكن العمل أيضا تاع المرونة في تسيير العملية. كان احتجوا بعض يعني السادة والسيدات الراغبين في الترشح بأنهم في بعض الأحيان لم يجدوا في أماكن التصديق، لم يجدوا يعني من يعقوب هذا العامل هذا صدركناه بالتنسيق، هذا الاجتماع قمنا به أمس مع إطارات وزارة الداخلية ووزارة العدل يعني والمسؤولين على السادة والسيدات الموثقين والسادة والسيدات المحضرين، يعني حتى تكون هذه الجاهزية. السبب الأول اللي وجدناه يعني التقني كان على كل الضباط العموميين، كان الولوج الأولي للمنصة الرقمية حتمي، كان لابد كل واحد يعني يدخل بكلمة السر نتاعو الأولى هذيك، بعد الدخول نتاعو يحصل على رقم جديد يعني مختلف عن الأول اللي يسمح له في الوقت ذاك باش يكون يعني يتعامل مع الخلية المركزية لمتابعة هذه العملية. إذن كانوا يعتقدون بأن كان ما يكونوش المترشحين، إذن ما عندوش هو عمل يعني، لكن هذا كان يعني في الحقيقة يعني فهم خطأ، لأن الولوج الأولي كان ضيعنا تقريبا واحد نهار ونص في هذا المجال لعدم الولوج الأولي. ولكن هذا عوضناه الآن مثل ما تفضل سي كمال يعني شرحوا، عوضناه بهذا، ولكن أيضا بإجراءات جديدة فيما يخص التسهيل ضبط المواعيد للاكتتاب. يمكن الآن مباشرة للإنسان يعني اللي يحب يصادق على مع أي رغبة ترشح يعني يعطيه السيد الراغب ولا السيدة الراغبة في الترشح، يعطيها
ورقة من الاستمارات، استمارة من الاستمارات التي بحوزته يسحبها من السلطة لأنها تحمل رقم. هذه الاستمارة كشغل اون بيس ديدونتيتي سون فوتو، يعني بالنسبة لصاحبها كيداها من هنا، عندها نيميرو سيري ما يمكنش يستعملها انسان واحد اخر، واذن هي امنه. يعطيها للمواطن اللي يحب يصدق له عليها، المواطن يخير وين يحب يروح، عنده برقم من الهاتف نتاعو يعيط يلقى الرقم اللي اعطيناه له، يلقى يعني المسؤول اللي موجود تما يقول له انا فلان يعطينا الرقم تاع الصفحه، أنا راغب باش نجي، نجي على الثمانية تاعي ولا لا نجي بعد الخدمة تاعي، نجي على العشرة تاعي، أنتم راكم في بلدية كذا ولا راكم في المندوبية كذا، كل شيء ما لازم، هل يمكنني أن آتي في الوقت هذا؟ يعطي له الوقت ذاك الحين، اللحظة هذيك يقول له مرحبا بك، على الساعة الفلانية هناك تلقانا نتظر. وحتى نشوف يعني بعض الزملاء والزميلات يعني ابتسموا كيك شغل هذاك. ندعوكم باش نعملوا مع بعضنا يعني تجربه في الداتا سنتر، باش تشوفوا بعينيكم يعني اذا كان ذلك يعني ممكن ولا لا. تفضلوا مع بعضنا. ها يا سيد السمع دك دك دك. لا لا هذيك سي لا سيكوريتي. شوفوا باش نعديو ليه الداتا سنتر مع الصحافه وقولوا لهم بلي رانا جايين. هذه مبادرة تلقائية يعني، لأن الداتا سنتر كنت حاجة مؤمنة ما ندخلوهاش كما هذيك، تشوفوا بعينيكم فقط التجربة، بأنها يعني أمر تقني متطور، ولكن الحمد لله وضعناه لتسهيل العمليات، كنا ان شاء الله بمرونه كثير. نعم حاجتكم انا خطر علاش كي تشوف هذيك الراي تاعك يتبدل. اسمعني تفضل كتحمل الاسئله، انا مسعد ما كاينش مشكل. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. السيد الرئيس، الحديث عن تحفظات بعض الراهبين في الطرشه، يقودنا الحديث حول خلينا نقول استقلاليه السلطه من الجانب البشري والمادي عن الاداره، يعني هو الهدف الازمه والاول الذي انشئت من اجله هذه السلطه في سنه 2019. تشوف اللي انه اليوم نكون امام استحقاق رئاسي ثاني في 5 سنوات لكم، تحتاجون الى استقلاليه اكثر. هذا الصدر في الجانب التقني والبشري حتى نتكرر، شفناها حتى في المحليات وفي التشريعيات التحفظات. سؤالي الثاني يتعلق في قلتم انه هناك راغب في الترشح جماعة استدياء التوقيع فيما يتعلق بمسمى المنتخبين، هل يمكن نعرف من هو الترشح؟ خصوصا انه المعلومات آنية بالنسبة لي في السلطة، يعني راكو اجور فيما يتعلق بالمعلومات. شكرا سيدي الرئيس. اللحظة الأخرى ما فهمتهاش. لا اذكرك يمكن نعرف هذا الراغب اللي وصل الى عتبة استدياء التوقيع من طرف المنتخبين. يعني ما بين 600 المطلوبة. نعم، شنو هو هذا الرقم في الترشح اللي وصل لهذه العتبة؟ أنا لحد الآن أنا ذكرته لكم بير، بس ما تمشيش نعطيك من الاسم نتاعو. نورمال هو يصرح على روحه كي يحب يصرح يصرح. حصل أمس أول راغب في الترشح، حصل على العدد الكامل من صنف نقولوا 600 ونيف، وحصل اخر ورقه في ولايه عنابه في بلديه رمضان جامع على حوالي 6 تاع العشية. هذا وصل هاكم بعد هو يصرح بهذا، وكاين اللي راهو بتقارب ثاني، كاين اللي راهو مولا راهو ثاني بتقارب. الله يبارك ان شاء الله. شكرا على هذاك السؤال، يعني على تاع الاستقلالية السلطة فيما يخص الموارد البشرية. وبالطبع احنا انطلقنا من العدم وقاعدين نبنيه ان شاء الله، مثل ما الجزائر بنات نفسها كدولة، احنا رانا نبنيه في نفوسنا كإدارة ان شاء الله
مهنية وتتوفر لديها الاكتفاء الذاتي في كل الموارد البشرية، التقنية، التنظيمية، وإن شاء الله من افتراء إلى آخر نتقدم. المهم احنا نحافظ قبل كل شيء، نتعب معليش، ولكن نحافظ على حرية اختيار النخل. من أجل ذلك أسست، كل صراحة، من أجل ذلك أسست السلطة الوطنية المستقلة الانتخابية. فنسعى احنا كيف نحصن المسار الانتخابي في حد ذاته، رغم يعني لا، والحمد لله راه عندنا امتداداتنا يعني في 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 كل مكان، ولكن باش تقول انا حوالي 3 ملايين، 3 ملايين يعني فرد اللي معنيين بتنظيم الانتخابات، ماشي يعني برشا، ولكن لي ريكيزيسيون هذو معمولين باش السلطة الوطنية تستفيد من الثروات البشرية للدولة ككل. أعطيك مثال، ذوك الملفات كيجيو هذوما، أي دولة كانت، اسمع، الملايين من الاستمارات اللي راح تأتي، ماشي تأكلك تعجب، لابد أني كتبت مباشرة للوزارات مثل ما درنا في 2019، وزارات باش كل وزارات تبعث لنا لي زاجون سيزي هذوكا، من خمسة حتى لعشرة، ووجد المكان اللي كان باش يعني، ولكن لمدة أسبوع ولا واش كان، حتى تتم يعني لا سيزي نتاع لي فيش اللي جاي اللي يجيو كامل. اسمع، يعني سهلنا العملية، خاطر علاش الآن ثاني هذاك لا فيش، كل فيش عندها كيو كود، يعني حب يقول ما عندناش عندنا نعتمدوا على الرقم كما مثلا في 2019، الرقم يعني فقط من ناحيه اليقظة، ولكن المعالجه في حد ذاتها تتم بالليكتور يعني كيو ار كود، تكره تتم الله يبارك في 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 ظرف قياسي. لكن السؤال تاعك وجيه، لان ما يطرحش في الجزائر فقط، يعني هذا وين كاينين بما يسمى لي زوجيو هذوما، لي زورغانيزم جيستيون دي زيليكسيون في العالم كامل، ان هذه الاستقلاليه نتاع الموارد البشريه نتاعها مستحيل، خاطر لازم تكون دوله في وسط دوله، مستحيل. اللي كيشوف قانون داير من هذا الشيء هذايا، وقت اللي تحتاج السلطه للموارد البشريه، رئيس السلطه عنده لي ريكيزيسيون ويسخر الموارد اللي يريدها، والادارات مجبره، مش عامله في 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 السلطه مزيه، مجبره، واللي ما يستجيبش لا 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 التسخيره تاع القانون الجزائري يعاقب عليه، ماشي مساله يعني تاع كي كونت نوبتون بير با لا ريكيزيسيون تاع رئيس السلطه، راهو يرتكب مخالفه جزائيه، ماهيش مساله يعني تقصير اداري ولا حاجه. وبالتالي في هذا المجال هذا انا اعطيتني تا فرصه باش نشيد يعني بروح التنسيق اللي واجدينها لدى كل الإطارات الدولة، ولدى كل يعني الوزارات المعنية، كان وزارات عندنا حدا الوزارات نتعاملوا معها، عندنا وزارة الخارجية فيما يخص المندوبين تاعنا في الخارج، عندنا وزارة الداخلية، لأن عندنا لي كادر نتاع البلديات يدعموا لي كادر تاعنا في مستوى المندوبيات نتاعنا، عندنا وزارة الإعلام فيما يخص الوسائل الإعلام وغير ذلك. معناتها ما كانش بلاد، لأن السلطة ماهيش دولة، السلطة هي مؤسسة دستورية من مجموعة المؤسسات الدستورية للدولة، بالطبع لازمها وسائل المادية، لازم الوسائل المالية، لازم الوسائل البشرية، الحمد لله الدولة راهي تجتهد. هذه الاقتراع الرئاسي الثاني سمعت الأول، الحمد لله هاكم شفت تشفاو على الظروف اللي تم فيها، والحمد لله نظمناه بنجاح كبير، ثم تجديد كل المؤسسات الدستوريه يعني الوطنيه، يعني في خلال يعني كل خطره كانت اختراعات مسبقه مما يعني جاهزيه، تكون جاهزيه دائمه مستمره، يعني ماهيش دون سبق انذار كما نهضروها بالعاميه، يعني انتخابات سواء كانت التشريعيه او كانت يعني المحليه او حتى التجديد الثلث المنتخب. وبالتالي نطمح
في المستقبل يعني نقترب يعني من اكتمال كل الهياكل وكل الموارد، لكن الدولة تبذل في مجهودات على كل حسب الإمكانيات، حسب الإسبقيات، حسب يعني ماهيش يعني إسبقية قطعية يعني هذاك، ولكن الشيء اللي لازمنا من زيكيبمون انفورماتيك، من الهياكل كما تبعت ربما شحال من هيكل دشنت في الولايات هذيك يعني بمجهود المسؤولين المحليين يعني des immeubles qu'on a agencés avec le budget de Sulta. Et nous avons un programme qui est من دوبيات ومن جاز يعني المقر الرسمي تاعنا في عين بنيان، وعندنا المقر المثل خاطر القانون تاع الامن السيبيرالي يقول لك لازم داتا سنتر يكون عنده داتا سنتر ميروار كيلكو بار في تيريتوار ناسيونال، حتى كاش ما يوقع الداتا سنتر برانسيبال يكون الاخر يعني بري ابروند لاف، كل هذا راه ماشي هذا هو الاهم. درك بقات لوكازيون هذيك ندير كيسون ما يتنحاوش، مشان انا صح التسخيرات ما كانش الاكتفادات في هذا المجال، خاطر مع انه وليت انت تشمل الموارد البشريه تاع كل الوزارات، تشمل الموارد لا ريكيزيسيون تبقى في 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 كل الانظمه، لا ريكيزيسيون دي بيرسونيل، سمعت ما عندوش لا ريكيزيسيون دي موان، دي موان عندك لا ريكيزيسيون دي بيرسونيل تبقى في كل اقتراع، سمعت تتم بور انكادري لي بيرو دو فوت، ما كنتش عندي انا يكون عندي 1,800,000 انكادر دي بيرو دو فوت موظفين عندي، دونك هذا واحد راه معلم، واحد راه موظف، واحد راه كذا، هذه انت لا ريكيزيسيون باش ياطروا مكاتب التصويت ويكسبوا خبره ما ازال منك، دونك لوتو سيفيزونس كان حاب تقولها اون ماتيير دونك دونكادرمون مستحيل المنال ماهوش مرغوب فيها، لان يكمل الانتخاب هاب عندي انا 3 ملايين هذو وشو المصير تاعهم، الواحد يرجع للخدمه تاعه. اما il s'agit pas de 5 ou 6 ou 10, c'est-à-dire qu'il y a 3 millions de le personnel nécessaire pour encadrer une élection de la nature, l'élection présidentielle ou l'élection législative, بتسخير هو احنا عندنا اداره مهنيه مركزيه تسير. في البدايه طلبنا من الوزير الاول قلنا له سخر لنا لي دال باش يسيروا لنا الميزانيه تاع الانتخابات في المستوى المحلي 2019 سايتي في كومسا 2020 سايتي في كومسا لوكازيون تاع لو ريفيروندوم سور لا كونستيتيسيون، بصح الان الحمد لله السلطة عندها الامتداد عندها لي زوردوناتور سكوندار نتاعها في مستوى الولايات، عندها لي سكرتير جينيرو نتاعها في مستوى المندوبيات، الحمد لله رانا ماشيين إدارة مهنية مكتملة الصلاحيات ومكتملة الكفاءات إن شاء الله، لأن حاليا الشباب راهو يعني يتقدم بكثرة نحو المناصب تاع المهندسين ومناصب تاع الأمناء المالية. وبالتالي شكرا على السؤال تاعك، لأن فلربما أعطيتني فرصة ما كنتش نتكلم عليه، كون ما طرحتيش السؤال لا عمرني جبدته. أنا مع بعضنا منذ 5 سنين لا عمرني جبدت في هذه المسألة تاع، لأن احنا جينا استجابة لنداء الجزائر. فنهار 2019 يعيطوا لنا ما قلناش باش تعطيونا الحب مويا، والله دخلنا لهنا غير اما بي ان ستيلو اون بوش، كي طلعنا من سان جورج هذاك نزل الجزائر دخلنا لهنا اما بي ان ستيلو اون بوش، وبدينا نشوفوا مع بعضنا كومون اون فير. بصح الحمد لله انتم شاهدين وحضرتوا معنا يعني لكل المراحل من التكوين يعني الخلايا الاولى حتى الحمد لله ورانا اليوم. اسمع المسألة هذه احنا ما عندناش نعني عندنا بوفوار دو ريكيزيسيون نعوضوا به
اللي نحتاجوه من 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 إطارة الدولة في كل المجالات في كل اقتراع. وبالتالي شكرا على 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 السؤال، اسمحت لنا باش هضرنا فيه، ولكن ما هو ما يشكلش عائق، ما يشكلش عائق بالنسبه للجزائر في الوقت الحالي. سيد شرفي، نعم، معك صحفي في العربيه، خطر الضوء برك ما شفتش مليح. تفضل 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 تفضل. صحفي في سي هشام، فقط بخصوص المراجعه الاستثنائيه للقوانين الانتخابيه، اي وصلت العمليه وبخصوص هناك هل هناك يعني مسجلين جدد خاصه في الشباب، مسجلين جدد في قوائم الانتخابيه؟ شكرا. شكرا. بالتالي كبير بالتالي نتكلم كمان استثنائي، حتى مازالتنا المده ما تفضلش، أنا زي ما قلنا 4 أيام ولا 5 أيام بعد يكون فيها يعني محضر نتاع رئيس ولا رئيس اللجنه المكلفه بمراجعه القوائم، ثم في هذه الطرق طعن المفتوحه وتفصل فيها المحكمه الاداريه وغير ذلك، ولكن ما يمكنليش باش نتكلم، لكن نعطيك برك المعطيات الاوليه اللي موجوده واللي تبشر بالخير بكل صراحه، تبشر بالخير، لان كي نقارنوها مع المراجعات السابقه في نفس المرحله، نفس المرحله يعني هذاك، نعطيك الاحصائيه تاع اليوم يعني اللي حصلنا عليها اليوم. الإحصائيات يعني نضاد جدا تروجها، الشيء تاع اليوم واش عندنا عدد المسجلين الجدد، الناس تخدمت باش يسجلوا أنفسهم، بقات العدد النهائي قلت لك يعلن عليه بعد استنتاج طرق الطعن كاملة، لكن يبشر بالخير لانه العدد تاع نوفوزينسكي 229,000 229,000 و 401، وعدد المشطوبين 155,000 و 858، منها 51,000 و 324 بسبب الوفاه، باقي يعني الجوانب الاخرى ما عنديش، ما يمكنش تكون، لان العمليه ماشيه وحتى تفصل فيها اللجنه تعطيها الرسميه طبعا الرسمي تاعها وتستلف بالطرق الطعن، في الوقت ذاك بيكون لنا لقاء ان شاء الله مثل العاده، ونعطيوكم سعيد لو بيلون ديفينيتيف. هذا بارك الله. نعم مشطوبين بسبب الوفاة. لا عطيتها لك نعاودها لك. بسبب الوفاة 51,324. هذا بسبب من جملة 155,858 مشطوب. خاطر الشطب عنده أسباب. شونجمون دوميسيل ولا يعني لانكاباسيتي جوديسيار ولا حاجة. بارك الله فيكم، شكرا جزيلا، والى اللقاء ان شاء الله في المواعيد المقبله ان شاء الله. لقد اخترت بان الداتا سنتر واجده. كانت هذه اذا